هلا اذا الان اجينا اخذنا راح اخذ في انستراكشن اسمه ترانزليشن. اذا بعمل ترانزليشن على على تي، تذكروا تي من ايش مكونه؟ 4x4 روتيشن وترانزليشن. واخر كولوم، اول ثلاثه من اخر كولوم هم اكس وواي وزد، مزبوط. في انستراكشن خاص بالروبوتكس تول بوكس اسمه ترانزليشن اوف تي. ايش بستخرج؟ بستخرج الاكس واي زد، فراح استعمله هون. أظن إنه هذا هلا حطيت أنا على تي، أخذت من تي. طبعاً اتذكر إنه تي هون مش 4x4، هذه 4x4x41. أوكي ماشي، فاهمين متذكرين؟ يعني تي هاي هي عبارة عن 4x4 هون، لكنها طالعة من الصفحة إذا بدك 200 مرة أو 41 مرة. كل واحدة منهم بتمثل بوز، لكنه محدد بالكارتيجن سبيس مش بالجوينت سبيس. هلا المفروض هذه ايش اعطتني؟ اعطتني 41 في 3 بي، اللي هي ايش؟ اللي هي بوزيشن تبع الريست 40 تايمز. اوكي كيف تحرك الريست؟ مش لازم ينتهي بماينس 0.2. ومن وين بدا؟ مش احنا حددنا انه بدنا نبدا من 0.4.20، مش هيك بدا؟ بتتذكر لما طلعنا عليه من فوق شفناه بدا من 0.4.20 وزيت ما تغيرت، فضل في البلين وراح من بوينت ماينس بوينت 2 لبلس بوينت 2. والخط اللي رسمه ايش كان؟ لا منحني، الاول منحني كان. فهلا حتى نشوف هذا الخط المنحني، بامكاني انا استخرج من بي اعمل بلوت. هلا هون عمالي باخذ، خليني اخذه انسخه اول شيء. هلا بالامتحان هذول انستركشنز بحط لك اياهم، او هو عمليه الامتحان الكمبيوترايزد اوبن بوك فعليا. بدك تجيب هذا الفايل نفسه وتحطه، ما في مشكله يكون معك هذا الفايل على اللابتوب تبعك تستعمله. هلا بلوت، عمالنا بنعمل بلوت، بدي اعمل بلوتينج لاكس اجينست واي مش اجينست تي. فانا عم بطلع على الاكس واي بلين من فوق، الزد انا مهمله ما بهمنيش اصلا، ما صارش في حركه على الزد. فانا بدي اعمل بلوتينج للاكس والواي، المسار تبع الريست اللي رسمه هذا الخط المنحني، بدي اشوف كيف شكله. فهون قلت كاني هون بقول دونت كير، خذهم كلهم بس بدي البارامتر الاول. ما هو هذا عباره عن 1 2 3، فلما بقول انا 1 هون كاني عم باخذ اللي هون، لما بقول هون 2 كاني باخذ هذول، فكاني عمالي بقول اعمل بلوتينج لاكس واي القيم هاي واهمل زد. اوكي ماشي واضح؟ اللي هي الكولن، الكولن شو عملت؟ كانها قالت everything كلهم. اوكي خلينا نحط جريد. هذا الخط اللي احنا كنا نشوفه من فوق حركه الريست، فالريست لما تحرك اللي هم الاكسس كانه هو المشكله الاكسس مش عاملهم سكوير. في انستراكشن عمل سكوير بس انا مش متذكره، بتقدر تجبر هذا يكون سكوير حتى يبين انه دائره. هذا الخط دائره مش، بس السبب ليش هو معمول له ستريتشنج انه هذا الاكسس مش مساوي لهذا الاكسس، مش نفس اليونت. صح؟ بس واضح انه ايش عم بتحرك؟ ما بتحرك في خط مستقيم، فاذا عندي اوبجكت هون ايش تصير المشكله؟ انه راح يضرب. اوكي اذا هيك عملنا بلوتينج للمسار اللي عمله في الاكس واي.